أول سؤال فيكتوريا كوليدج أدب، والسؤال هو: من هو الكاتب الراحل صاحب المجموعة القصصية أكواريل وقصص أخرى؟ أكواريل وقصص أخرى، مين الكاتب صاحب المجموعة القصصية دي؟ 7 ثواني. حسن عروس، إجابتك. أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق. أنتوا الأربعة اتفقتوا ولا في حد فيكم معترض؟ لا، اتفقنا. أنتوا الأربعة اتفقتوا، وأنتوا الأربعة إجابة صحيحة. الراحل الكاتب العظيم أحمد خالد توفيق. وكده النتيجة 30 فيكتوريا كوليدج، أحمد زويل 20، وسؤال في الأدب.